في القرن 21 جاء العالم الشهير هذا دانييل جيلبرت أو جيلبرت عفوا، وأجرى هذه التجربة على جماعة من المرضى بفقدان الذاكرة المتكرر، الأمنيجا يصاب بها مثلا المدموع الكحول كاسكوفس سندروم، اللي عنده هذا السندروم المتلازمة ما في هذا، مثلا المريض يستطيع أن يتحدث عن ذكريات طفولته بكفاءة ونجاعة، لكن إذا تحدث معك نصف ساعة أو حتى ساعة لربع وخرجت وعدت بعد نصف ساعة لا يتذكر أي شيء عنك ولا عن المجلس ولا أي شيء. هذا ما حدث، طالوا لهم ترتيب اللوحات، رتبوها جميل جدا ترتيبا معينا، اختار لوحة، اختاروا الثالثة، هذا يحصل مع 90% من الناس، اختاروا الثالثة، قال لهم إيه المختبرون شكرا جزيلا سنبعثها لكم بعد ذلك هذه اللوحة بالبريد، السلام عليكم، أخذوا أمتعتهم وخرجوا من الغرفة. بعد 10 دقائق قعدوا سلام عليكم، قال يعني دكتور متأسفين، نحن متأسفون، إذا كنت أنت عندنا قبل قليل نحن مصابون بمرض لا نتذكر أي شيء، فعلا لم يتذكروا المساكين، حسوا كأنه في شيء. قال لهم على كل حال طيب نحن كنا وتكلمنا عن لوحات، ماذا قال؟ لوحات منيم ما في منه أبدا، لم يتذكروا أي شيء، أمنيجا عندهم خلاص مدمر كل شيء، ما في ذكرى، لا يمكن أن يكونوا ذكريات جديدة، معروف هذا هي الأمنيجا. طيب العجيب الآن أعادوا التجربة، قالوا هاي 6 لوحات رتبوا هذه اللوحات. الصادم جدا أن اللوحة التي اختاروها هي الثالثة أخذت الآن المكان إيش؟ الأول. عجيب جدا، المسألة ليست واعية إذن، ليست إرادية، ليست بالقرار، ليست من باب تسلية النفس، لا، لأنه لا يعرف أي شيء عن الترتيب السابق ولا أنه يمتلك هذه اللوحة، والآن المفروض أنها في ملكي صح؟ وعد بها خلاص له، لا يعرف، هم استحسنوا اللوحة التي يملكونها ولا يعرفون أنهم يملكونها، بمعنى أيها الإخوة بمعنى أنهم حصل لديهم تغير حقيقي في ردة الفعل الاستدقية أو الجمالية، ردة الفعل الجمالية للوحات، تغير حقيقي. كيف تم هذا؟ هذه قدرة الله، يا سبحان الله. إذن فعلا يمكن أن يصاب المؤمن بمصيبة ويصبر ويرضى بإذن الله ويشعر بعد ذلك ماذا؟ بالرضا، وأن ما حصل كان خيرا له، يقول الحمد لله، الحمد لله الذي حصل لي كذا كذا، أنا أشعر بالسعادة، أشعر بالرقي، أشعر أنني استفدت، أنني نضجت روحيا بما حصل لي.